إذا مشاهدينا الكرام متابعي قناة أسفيجان، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من أمام مختبر التحليلات باكرين بأسفي. هنا أعداد كبيرة من المهاجرين المقيمين بالخارج. إذا واخا نغني، كما قلنا مشاهدينا الكرام أعداد كبيرة من المهاجرين المقيمين بالخارج هنا يكتظون أمام مختبر التحليلات. المختبر اللي كان أعلن على أنه ما غيقدرش يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المغاربة اللي كيطلبوا إذا تحاليل ديال كوفيد 19. إذا مشاهدينا الكرام نحن صحافة، معدمن نحن صحافة محلية، واش معدمن نحن صحافة معدمن اصاحبي، اعطيني الرخصة بانك صحافي. وانت شكونك انت؟ شكون انا مسؤول ديال هنا؟ وانت انا راه صحافي كنصور في الشارع العام. اش كتصرف تصور؟ عندي الحق نصور في الشارع العام. عندي الحق. لا ما عندكش الحق والله، خلينا نديرو خدمتنا. الله يرحمك. ما عندكش خدمة، تستاشر مع الطبيب. تستاشر؟ ما كاين استشارة. حيد هادشي. تمنعوا الصحافة الرأي العام، ما عرفتش اش الواقع. صحافة عشوائية. سير الله يرضي عليك. واش اسمو الصحافة؟ الله يرضي عليك. سير الله يرحم لك الوالدين. سير الله يرحم لك الوالدين. أنا ماشي عشوائية. الله يرضي عليك. سير الله يرحم لك الوالدين. إذا مشاهدينا الكرام كيف كتشوفوا المنع ديالنا من طرف العاملين ديال هذا المختبر اللي ما بغاش يعرفوا الرأي العام يعرف الحقيقة شنو واقع هنا بالضبط. إذا هذه جالية مغربية مقيمة بالخارج. إذا عندها مشاكل مع هذا المختبر على أساس أنه ما قدرش يستوعب الأعداد ديال المغاربة المقيمين بالخارج اللي بغاو يعني يديروا التيست ديال بي سي آر ديال كورونا باش يرجعوا الديار. إذا خارج العمل ديالهم بخارج أرض الوطن. إذا هنا كان كما كتشاهدوا معنا كنتعرضوا للمنع والمحاولة ديال الاعتداء أمام هذا المختبر من طرف القيمين. نحن نصور في الشارع العام، هذا حقنا كصحافة. شكرا أننا نوصلوا ما يقع بمدينة أسفي للرأي العام، عرف شنو واقع، قلبوا على الحلول. الناس ما عندهمش يعني الروح ديال الرأي والرأي الآخر. نعم أشرف، نعم أشرف، نعم السماء. بغيتي تقول شي حاجة تصريح مرحبا، نعطوك الرأي ديالك. لا عطينا، وضح لينا، أوضح لا بو في دكتور، لا بو في دكتور، فهمتيني؟ 16 مع الدكتور مش الميكرو. راه ماشي قرنا. كاش من 16 انا؟ تاش من قرنا؟ تاش كتعرف اش كتقول؟ وسير الله يرضي عليك، الله يرحمك. واش بغيتي تقول الرأي ديالك؟ واش بغيتي توضحوا الرأي ديال المختبر؟ مرحبا. ما بغيتيش؟ شوف الطريقة، السلام عليكم، الطريقة باش كيفاش كيتعاملوا هاد الناس ديال المختبر صراحة طريقة ماشي يعني غير مسؤولة. الهضرة باش كيهضر كتنم على يعني غياب مسؤولية على هاد الناس اللي في هاد المختبر صراحة. إذا مشاهدينا الكرام احنا الآن أمام المختبر بناخذوا شي تصريح ديال أحد المغاربة المقيمين بالخارج باش يوضح لنا اشنو وقع بالضبط. سي المهدي تفضل لنا. تفضل. عيط على الإخوة. سي طارق الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهدي المدبوح، مهاجر مغربي بالديار الأوروبية. كما كتشوفوا أن اليوم المغاربة أبناء حاضرة المحيط المهاجرين بأرض المهجر جينا على أساس أنهم نديروا اختبار تاع كورونا الالتحاق بالطائرة وكذا. على أي حال الموضوع اللي كاين هو أنه كاين جوج تاع مختبرات في أسفي، كاين مختبر شفاء وكاين مختبر باكريم. مختبر شفاء كان عطانا وعد على أساس أنه اليوم السبت غادي نديروا التحليلة أو الاختبار. كنتفاجئوا من اللي مشينا كاملين لتما والناس راه حاضرين، هما معانا كاملين. مشينا نسافر، كاين الاخ ديالي، ولكن انا كان يعني بغيت واحد اعطيتكم واحد التوضيح. مشينا لمختبر الشفاء قال لك اليوم ما خدامينش. جينا لمختبر باكريم. مختبر باكريم الله يحسن عوانه عنده ليستا عامره. جينا 16
استقبلنا قال لك اودي راه اش كاين واش كاين اليوم السبت راه الناس خدامه ديالي. العاملين في هذا المختبر ما متعاملوش معنا حنا ب سيد ما لا هو العام. شوف حنا تعرضنا لمحاولة الاعتداء. لا 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 شوف 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 وصلوا انتم الراي ديالك. اذا الراي ديالنا هو انه كما قلت لك بزاف تاع المهاجرين المغاربه لقاو السياء من هذا القرار ديال المختبر الشفاء، لجانا المختبر الثاني اللي كيتواجد او اللي هو اولا اصلا كان هو الاول. جينا للمختبر هنايا لقينا لا ليست عامره، واش حنا غادي يبقاو هاد الناس هنا؟ راه كاين اللي عنده الطياره. على حسب بعض المعلومات انا ما شفتش السيد العامل وصلت الاخبار، جا دخل هنايا ودار شي اتصال، شافوا واحد الاخ شنو سميتك؟ طارق. هذا رمع هاك اييه. جا السيد العامل وقام بواحد العمل جيد هنايا حتى الناس الله يحسن عوانهم. اييه انا بندير التحليله حتى هذاك السيد ما عليه والو، حتى هو غير خدام سمعت الصوار كذا باغي ما السيد العامل تدخل شخصيا؟ تدخل شخصيا الحمد لله، هضر مزيان ما قالش الكلمه ديال العيب. راه حتى ذاك السيد اللي تما راه الله يحسن عوان من الصباح هو جري هنا جري هنا هذا الشيء اللي كاين. اذا شي تصريح اخر هذا. السلام عليكم، انا مقيم بالخليج. اش نقول لك اخويا؟ كاين جوج هنا كيقول الاخ، ولكن اش نقول لك؟ راه الناس الله يهديهم ما كيتعاملوش. اولا ما كاينش النظام، ما كاينش كيجي واحد دوا مع واحد في التليفون. انا راه من 5 ونص تاع الصباح وانا هنايا معايا الدراري مع وليداتي، دابا 12 هذه 12 وحنا وانا عندي الطياره غدا. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعنا بان السيد العامل دخل شخصيا. انا ما شفتش، سمعت الاخ، ولكن السيد العامل سمعت الاخ قال بان دخل، ولكن اش نقول لك؟ خاصنا شي 4 ولا 5 هنايا بزاف. شفت معنا محاولة اعتداء على اييه، شفت السيد اللي تعدي عليك تما ودفعك وكلام فاحش حتى دابا دخلوا الناس لنا صراحة شي يحز في النفس. شكرا شكرا. دابا شنو دار معكم اخر اجراء؟ انا كنتسنى يعيطوا علينا دابا، كنتسنى يعيطوا علينا. كتبت ورقه اللي جاي كتب ورقه اللي جاي سميتو، ولكن ما كتسنى سميتك وصافي. دابا المشكل اللي كاين هو ان المختبر ديال التحليلات الاخر ساد ما خدامش. ما كتبش السبت، انا عندي الطياره غدا خصني ضروري نجي هنا، يعني كاين جوج نورمالمون خصني يكونوا على الاقل 3 ولا 4. اذا اليوم السبت شكون اللي خدام؟ شحال المختبر خدام؟ بكري مولي خدام بوحدو ما كاينش شي واحد اخر. او ثمن بزاف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باش شنو المشكل؟ وضح لينا بالضبط المشكله باش المواطن يفهم الحل ديالها. باش دخل السيد العامل وحل المشكل كيفاش؟ اولا بعدا كاينه هنا في مدينه تاسفي غير جوج ديال اللابوراتوارات اللي كاينين، يعني جوج مراكز ديال التحليل الطبي. الاول بعدا نهار السبت اللي دايرين مع الناس نهار السبت على اساس انه غادي يشتغل، ما اشتغلش ورجع الناس كاملين، وهذوك الناس كاملين جاوا لهذا اللابوراتوار. لهذا علاش كتشوف هذا اللابوراتوار كله على هذا الازدحام هذا، هذا العامل الاول. العامل الثاني ملي بغينا نحلوا المشكل بطبيعه الحال الناس غادي يرجعوا ما غاديش يسافروا. جا دخل السيد العامل على اساس ان طلب من اللابوراتوار باش انه يحاول ما امكن انه يدير كاع النسبه ديال البشر كامله اللي كاينه هنا، يدير لهم التحليله ديالهم، وهذا بطبيعه الحال عمل جبار. حدات لانه كانوا الناس غادي يرجعوا. شنو الطريقه؟ علاش خايفين من الاعلان؟ ماشي خايفين من الاعلان، انا راني بطريقه بلطجه. دويت معاه دابا قال لك اودي حنا ما عندناش علم، قال لك تدخل. تفضل اسمح لي انا من بعد ما كنت دابا تما وقع واحد الحادث بيني وبين الاخ المسؤول، قال لك اودي حنا ماشي في العلم ديالنا، مادام دخل السيد العامل هو ما عرفش علاش جاي. هو قال لك اودي انا على الاقل يكون حاجه الراي العام خصو يعرف اشنو الواقع. دابا السيد العامل قام بهذه المبادره هذه، راه كما قلت سابقا السيد العامل لقبوه هنا بفكاك الوحيل. هذا المشكل هذا تحل الحمد لله، ان المغاربه المهاجرين المغاربه ابناء حضره المحيط غادي يلتحقوا بالديار ديالهم بالوطن الثاني ديالهم بالدراسه والشغل. حنا كاينين الناس هنا الصباح اللي فقدوا الامال، قال لك انا دابا فين غادي نمشي؟ مختبر الشفاء رفض يدير لنا التحليله اليوم السبت. جينا هنا لقينا الدنيا عامره، الناس جاو خداو الرونديفو مع 4 الصباح ياك اسيدي. نعم انا ما جيت حتى ل 10 ونص، باش ما جيت حتى ل 10 ونص على اساس ان ما كنتش كنظن ان كاين اكتضاد. على اي حال هذا المشكل اللي وقع بينكم وبين السيد انا ما كنلوموش هو، لانه شاف الصحافه وشاف هكذا قال ربما كاينه شي حاجه مقصوده. هو اللي كاين هو ان الصحافه جات باش توضح للراي العام
اشنو وقع هنا وشكون حل المشكل. الله سبحانه وتعالى سخر لنا السيد العامل حل لنا هذا المشكل هذا وكنشكروه. من شحال كاين من واحد دابا تقريبا؟ دابا اللي كاينه 188. لا الليسته كاينه فيها 100 ماشي مشكل. اه الليسته كاينه فيها 100. يلاه جيت انا مع الصباح مع 8 الليسته فيها 100 قال لي وصلت 100 وحصر عند 100. ناصيدي درنا نوضو الليست صوبناها غير حنا بعضياتنا وقيدنا الناس قال لينا غتسناو حتى نشوف الا دركنا الوقت باش اننا ندخلكم حتى نتوما. وفعلا من بعد ما جا الخبر ديال السيد قال لي يا ودي صافي راه غادي يدخل حتى الناس الاخرين. حنا راه كنت انا الرقم ديالي في الليسته 33 وبطبيعه الحال دار ليسته اخرى ودخل حتى دوك الناس اللي كانوا. المهم الحمد لله حنا تفكرينا المشكل وهذه هذا يعني رساله شكر كنرسلوها للسيد العام. الليسته راه غتكون تقريبا ما يناهز 200 ديال البشر. لا 180 كلشي الحمد لله. هذا هو المهم. هذا رساله بغينا نوصلوها للمنتخبين والمسؤولين ديال اسفي والمرشحين اللي غادي يكونوا ان شاء الله يحاولوا يتلافوا هذه المدينه ما تبقاش نطيحوا في هذه المشاكل. والله يرحم لكم الوالدين وعاش الملك. شكرا شكرا سي المهدي. اذا مشاهدينا الكرام شفتوا معنا في هذا البث المباشر شفتوا معنا صراحه تصرف غير لائق من احد العاملين هنا بمختبر باكريم. لان يعني مع الروح هي مسؤوليه نصرف فيه بلطاجه. لا سي سامعك. درنا الرابيد عندهم ب 24000 ريال. ملي قلت لهم بلا فاكتير قال لك نديروك 10000 ريال. هذا راه شفار. كيفاش؟ كيفاش؟ الرابيد كيديروا على جوج سوايع بحالو بحال الاخر. خلصنا 24000 ملي جيت. 24000 ريال. ايه ملي جيت دابا قال لك نديروك 500. لا. هاو. عطيني فاكتوره ولا رجع لي حتى دابا خديتي الورقه. ولا عطيني فاكتوره ولا غالي بزاف. وخلصنا 24 صافي خرجات لا فاكتير وكلشي. البنت مشات كانت غادي لفرنسا رابيد. دابا عرفتي شنو؟ ملي جيت لهم باش يعمروا لا فاكتير قال لك نديروك 500 درهم. والله شاهد اش تسمع عليه. صراحة الغالب علي يعيبون. السلام عليكم. خويا احنا من هولندا. هولندا. نعم اسي. ولد اسفي من هنا ولد اسفي؟ لا ماشي ولد اسفي ولد فاس. أه. انا من فاس وجيت ندوزو العطله هنا في صويريه. أه. وجيت عند الناس باش نسولهم فوقاش يديروا لنا بي سي ار شحال شنو كيطلبوا فوقاش شحال الوقت باش يخرج البي سي ار. قالوا لنا نهار وتجيب لا رونديفو. جينا بلا رونديفو هذا النهار لقينا 200 الناس كيتسناو يعني واحد يعني فاجعه بالنسبه لينا. حنا مسافرين غدا ان شاء الله. و واش نقول لك وحنا كنشكروا بهذه المناسبه السيد العامل على هذا البادره اللي جات من الجهه ديالو لانه هو اللي اتصل بهاد الناس ديال المختبر وقال لهم بان يعني يدوزوا هاد الناس كاملين. ما هما كانوا عوالين حبسوا يعني كنا نوقعوا في مشكل كبير. وانا فرحان لان تلاقيتكم نتوما. انا ولد فاس ولكن مشارك مع صافي جود في فيسبوك. شكرا سي المذبوح. بالنسبه للفاكتوره سي السيد قال لك بان الفاكتوره 24000. 24000 بالنسبه للرابيد ياك الاخ. رابيد ولكن الفاكتوره قال لك 10000. لا 500 درهم. 500 درهم هي اللي كاينه في المغرب كامل. 500 درهم كانت قبل 700 درهم. اسمح لي مراكش 300 درهم مراكش ياك. ولكن هنا راه كانت 700 درهم قبل. 300 درهم في مراكش. هنا 700 درهم. كرئيس الجمعيه وضح لينا. حنا كرئيس جمعيه مهاجري حاضره المحيط كنشوف بالنسبه ل 500 درهم هي اللي كاينه على الصعيد الوطني. وفي اوروبا 500 درهم في اوروبا اقل من هنا. لا في اوروبا كاينه 60 اورو 70 اورو. كاين 60 حنا في ايطاليا فيرنس. اها 50 اورو. اي 550 درهم بحال هنا. وهنايا 500 درهم. هنا خصو يكون قل هنايا راه المغرب هذا. ايوا حنا شوف بالنسبه للثمن ديال سميتو ماشي نقاش. النقاش ديالنا هو علاش كانوا علاش المختبرات في اسفي كاينين غير جوج، واحد اليوم السبت قال لك اسيدي انا ما خدامش اليوم. مع العلم انه عطانا وعود. انا من الناس الاخ ديالي مسافر نهار اثنين الصباح مشينا عندهم نهار الجمعه قال لك نهار السبت البارح قال لك على اليوم السبت تجوا ديروا التيست. مشينا اليوم الصباح مع العشره ونص قالت لك لا حنا ما خدامينش اليوم. جينا لهنايا
لقينا الدنيا عامره، والسيد مسؤول قال لك اودي حبسنا راه عندنا لا ليست فيها 100. اذا انا كنتفاجئ باللي تحل المشكل، ما كنتش عارف باللي السيد العامل جا هنايا. حتى قال لي واحد المهاجر قال لك اودي السيد العامل راه كان هنايا دخل هكذا، من بعد تحل المشكل الحمد لله. من بعد تاكدنا باللي السيد العامل هو اللي دخل وحل هذا المشكل هذا، كنشكروه جزيل الشكر من هنا وعاش الملك. شكرا سي مدبوح. اذا مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر، نتمنوا اننا نكون وضحنا لكم الصوره شنو واقع هنا. اذا امام مختبر التحاليل الباكرين بمدينه اسفي، اذا هذو المهاجرين المقيمين بالخارج. اذا نتاسف مره اخرى على البلطجه اللي قام بها احد العاملين هنا، نتاسف ونقول لكم مشاهدينا الكرام دمتم في رعاية الله والا فرصه قادمه بحول الله.